بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن الغسالة الكاند اللي هي الجراند اللي هي 7 كيلو. هنشرحها ان شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط بإذن الله. زي ما احنا شايفين ده الموديل بتاعها، ده البروجرامات الستارت، طبعا ده الموديل. دي الحلة بتاعتنا الستانلس، إن شاء الله الشرح هيكون شرح سهل وبسيط بإذن الله. بالنسبة لنظام تشغيل الغسالة دي، أول حاجة عندي الكاوتشة دي، تحت الكاوتشة 5 سم أو 6 سم بمستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي، بنحط من تحت زي ما احنا عايزين، نقل منزيدش، أو قبضة إيد أهي، بحيث قبضة إيد بمستوى الغسالة لحد جوه، نقل منزيدش. البطانية الكبيرة لا، لحاف الفايبر الكبير برضه لا، بحمل الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات، كبير صغير مفيش مشكلة، بس ما حطش دفايتين 2 كبار مع بعض، ما حطش 2 كوفرتة كبار مع بعض. حمل الغسالة كوفرتية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين بدور الأطفال أو 2 كوفرتة عن بدور الأطفال، أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة. لكن ما ينفعش أحط كوفرتة كبيرة ومعاها كوفرتة صغيرة، ليه؟ لأن الكوفرتة أنا بتشرب مية، تبقى تقيلة شوية. ده بالنسبة للملابس بتاعتنا. بالنسبة للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيرة كلها، هنجيب كيسة بسوستة عاملة زي شبكة الكورة، بحط فيها المنديل أو الشراب، بحيث إن أثناء التجفيف الحلة لما تيجي تاخد السرعة بتاعتها، ما يخش الشراب أو المنديل ما بين الحلة الداخلية والحلة الخارجية، يعمل له مشكلة في الغسالة. فيفضل نستخدم الكيسة اللي هي مسوستة دي للشرابات والمناديل والأشياء دي. ده بالنسبة للملابس بتاعتنا. احنا عندنا فلتر، الفلتر كل شهر أو كل شهرين بفك الفلتر ده عشان أخرجه بره، أي دبوس أي زغبال ولا حاجة، رواس ولا حاجة، بنضفها كويس. أنا مش عايز أفكه بس عشان مغرقش المكان مية. الكلام ده كل شهر أو كل شهرين مرة. أجي أقفل أهو، بقفل الباب كده تمام. الكلام ده كل شهر أو كل شهرين مرة. بالنسبة للمسحوق بتاعنا، بحط هنا 3 أرباع كمية المسحوق، بحط هنا ربع كمية المسحوق، وبحط هنا الإضافات، دوني، معطر، أي إضافات أيا كان. 3/4 الكمية، ربع الكمية، إضافات. لازم يكون مسحوق أوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لأن المسحوق العادي بيعمل رغوة عالية، ممكن يضرب لي البوردة أو يضرب لي الماتور بتاع الغسالة. فلازم يكون مسحوق أوتوماتيك. 3/4 الكمية، ربع الكمية، الإضافات. أما أجي أحط الدوني أو المعطر، أحل أول أول ما أحط عشان ما يبقاش يعمل لي زي العجينه كده، يعمل لي مشاكل بعد كده. ومش بكتر المسحوق النظافه، يعني لو بحط مثلا كوبايه خليها نص كوبايه بس، 3/4 نص كوبايه هنا، ربع نص كوبايه هنا، والاضافات هنا. كتر المسحوق بيأثر بالسلب على الحله، ممكن يكسر الصليبه، يدمر الصليبه خالص، يفشها من جوه. طبعا الصليبه بتبوظ بسبب كتر المسحوق الكمويات، ويعمل لي حاجه تانية ان هو ممكن يشرخ لي الحله، وممكن يبوظ لي البلي بتاع الغساله. لما اجي اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، اضغط تحت كده اهو، اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفها كويس. ومن هنا نفس القصه، واركب الدرج بتاعي زي ما انتم شايفين كده تمام. ده بالنسبه للايه، للمسحوق بتاعي. بالنسبه لنظام التشغيل، عنده قطن اهوت كده، جاب لي برنامج القطن اللي هو الرئيسي. ده برنامج القطن اهوت، الغسالة مطفية، ده كده برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغسالة. لو انا عايز برنامج القطن، بقوم ضاغط ستارت من هنا كده. البرنامج عبارة عن ايه، 3 ساعات 25 دقيقة، 1100 لفة، وعدد والتمبريتشر بتاع درجة الحرارة جايب لي 40 درجة حرارة. لو انا عايز ميكس اللي هو ايكو ميكس اللي هو ايه، الغسيل المختلط اللي هو فيه نسبة ألياف صناعية، على 20 درجة حرارة، وجايب العدد اللي فات 1000 لف. لو عملت كده اداني ديليكيت، ديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، أي حاجة ايه ذات ملمس ناعم، جايب لي كام، 400 لفة، درجة الحرارة 40. بعد كده الوول اللي هو الأصواف، لو أنا عايز الوول اللي هو الصوف، هقوم ضغط ستارت هيشتغل معايا. عندي هنا الهند اللي هو الغسيل اليدوي، سلك ده برضو اللي هو الحراير، ستانات، شيفونات، الحاجات اللي هي الضعيفة أو الحاجات اللي متحملش شيء حركة شديدة. ده كده عندي السبين اللي هو العصر، لو أنا غاسل برا وشاطب برا وعايز أجفف بس، بجيب السبين اللي هو العصر، حتى جايب 7 دقايق و1100 لف. ده كده اللي هو الرينس اللي هو الشطف، لو أنا غاسل برا وعايز أشطب بس في الغسالة بستخدم رينس. هاي هاي
هايجين ده اللي هو زي نظام تعقيم كده للملابس. بيبي ده غسيل بتاع الأطفال، يعني ملابس البسيطة بتاعة الأطفال. وعندي كده الجينز ده اللي هو المختلط، وده قط في نسبة ألياف صناعية، ميكس خليط، ميكس ووش اللي هو الغسيل الخليط، ألياف صناعية على قطن، البيض اللي هو السريع، تيشرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عرق ولا حاجة. هو برنامج كله 14 دقيقة. بعد كده الأوف أي، وكده عندي برنامج القطن اللي هو الرئيسي. أي برنامج بغيره طبعا بقوم ضغط ستارت هيشتغل معايا. طيب أنا عايز أوبشنات فوق البرنامج، زي أنا عندي هنا طيب دليل اللي هو تأجيل التشغيل، الغسالة مش عايزة تشتغل إلا بعد ساعة، ساعتين، 3 ساعات، زي ما أنا عايز. احنا مثلا وليكن هنشغل الساعة 10 بالليل، وليكن الدور مثلا هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هتخلص الساعة 12 بالليل، هيفضل غسالة من أول الساعة 12 بالليل لحد يوم الصبح الساعة 7 والساعة 8. بالذات في الصيف هنيجي نخرج الملابس هنلاقي الملابس ريحتها مش كويس. في نقطة هتفيدني في الموضوع، حاجة اسمها التايم ديلي أو الديلي ستارت اللي هو تأجيل التشغيل. تقريبا مثلا كده هننام مثلا وليكن 7 ساعات. هون جاي عند برنامج القطن الرئيسي، والله يا غسالة احنا هننام 7 ساعات. لو ضغطت ستارت الغسالة بتشتغل اللي قبل ال7 ساعات بوقتها هي، يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعة 5 وانتوا نايمين هتشتغل الساعة 7. بنخرج داخلين من داخلين البيت هنلاقي الغسالة ايه، هنفتح الباب بتاعنا هنخرج الملابس نلاقيها فريش مفيهاش اي مشكلة. ده بالنسبة للتايم دليل اللي هو تأجيل التشغيل، او الدلي اند اللي هو تأجيل التشغيل. طيب انا الغسالة مطفية، جبت البرنامج القطن الرئيسي، في عند بريوش اللي هو الغسلة المبدئية لو أنا عايز غسلة مبدئية أو غسلة أولية أو زي نظام ناقل لو أنا عايز أختارها. في عند هنا عناية بالتجاعيد لو أنا عايز إنهم تبقى شبه ميبقاش فيه تجاعيد فيها بدون كرمشة أو منع تجاعيد. عند هنا السبين اللي هو العصر، العصر جاب 1100 لفة اللي هو اللي هو الدوران. لو قمت أعمل كده اداني 1000 لفة أقل شوية في التكفيف، عملت كده اداني 800 لفة، 400 لفة. نوز بين اللي هو بدون عصر، ده نوز بين اللي هو بدون عصر لو انا غسل بره لو انا عايز اغسل واشطف واطرد المية بس مش هجفف الملابس، ده اللي هو بدون عصر. كده 1100 لفة. التمبريتشر اللي درجة الحرارة جايب درجة حرارة عند 40، عايز 30 درجة حرارة، لو عايزها 20 درجة حرارة، لو عايز ألغي الحرارة خلاص خليها كولد بارد، لا 60 زي ما احنا عاوزين. اهم حاجة نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راح على الغسالة، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن ما ركنش شغل اسبوعين وعمل كله في يوم واحد ده اكبر غلط. اول باول هيبقى افضل واحسن. وبعد ما اخلص غسيل لازم اشيل الفيشة بتاعتي، ما ينفعش اسيب الفيشة في الكهرباء، عشان لو كهرباء جت عالية كهرباء جت ضعيفة ما تأثرش بالسلب على البوردة مع المدى البعيد 2 3 قدام مبقاش في اي مشكلة. ولو في اي حد عنده اي تعليق او اي استفسار يبعت لنا على الكومنتات، وان شاء الله لو احنا مش هينفع ان احنا مثلا نحل معاه عن طريق الكومنتات واحنا قريبين منه هنروح له نحل المشكله بتاعته. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتنشروها ليعم النفع للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.